محتاجين نطمن بقى على أخبار البعثة والجديد في بريتوريا. نذهب بالتأكيد إلى جنوب إفريقيا في بريتوريا. معالي السفير، سفير مصر في جنوب إفريقيا السفير أحمد الفضلي. معالي السفير، برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي. ألو، حضرتك بالسادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. وطبعا حضرتك كنت موجود مع البعثه منذ ان توجهت من مطار القاهره الى بريتوريا، وكنت متواجد دايما مع الكابتن محمود الخطيب واخر الاجراءات والترتيبات. عايز اطمن من حضرتك عن اخر الاستعدادات وترتيبات البعثه والدور الكبير اللي بشكر حضرتك عليه بالتاكيد اللي قايمه به السفاره المصريه مع بعثه الاهلي في جنوب افريقيا. يعني ابتداءً كمبيوتر دايما موجوده هنا بتيسير ترتيبات البعثة وتقديم كافة أوجه الدعم ليها، لأنه دي مباراة هامة بالنسبة للإقامة والانتقالات، كل الضغط التنظيمية تمت على الوجه حتى الآن. ما بقاش دلوقتي بنتكلم على ترتيب، خلاص بدأ برنامج الإعداد للمباراة القادمة إن شاء الله النهاردة أول يوم الفريق بعد وفترة راحة قصيرة، توجه على طول إلى أو ألو؟ يا عزيز برضو. أيوه يا فندم. معالي السفير، إحنا بس ممكن يعني نتحرك لمين أو شمال عشان موضوع الشبكة بعد إذن حضرتك. سامعني يا فندم؟ أنا سامع حضرتك. اتفضل اتفضل يا فندم. بالنسبة للترتيبات، الحمد لله الفريق بعد الوصول توجه مباشرة لمقر الإقامة، بعد فترة راحة قصيرة توجه للملعب علشان التدريبات بتاعته عليها وفقا للقواعد والأصول المرعية لجهاز الخصوص. طيب، اهتمام الإعلام في جنوب إفريقيا ومسؤولين نادي صن داونز بالتأكيد باستقبال البعثة، أكيد السفارة المصرية كان في تنسيق وترتيب لهذا الأمر سواء مع مسؤولي صن داونز أو حتى مع مسؤولي النادي الأهلي قبل السفر خلال الفترة السابقة. مدى التنسيق ومدى التعاون اللي ممكن يكون موجود من مسؤولي صن داونز ومن الإعلام كمان واهتمام الإعلام بهذه المباراة يوم السبت القادم؟ مسؤولي صن داونز كانوا موجودين في مصر قبلها في مباراة الذهاب، وكان التنسيق والتعاون قائم ما بينهم وما بين مسؤولي النادي الأهلي بصورة كبيرة جدا. كانت محل تحضير مسؤولي صن داونز، وبالمثل هنا أيضا في التنسيق ما بين الجانبين. بالنسبة للسفارة المصرية، السفارة المصرية دورها فيما يتعلق بمباراة الذهاب كان مجرد تيسير اجراءات وصول بعثه نادي صن داونز على تاشيرات الدخول للاراضي المصريه. تمام. لكن بالنسبه لهنا طبعا التنسيق بيبقى اعمق واكبر، لانه النهارده الفريق المصري خلال الفريق الاهلي النادي الاهلي هو اللي موجود هنا، وبيبقى فيه قدر اكبر من التنسيق بالنسبه للاجراءات اللي أكيد. آخر سؤال معالي السفير، طبعًا إحنا عارفين جائحة الكورونا بالتأكيد بتمنع حضور الجمهور. هل ممكن يكون في مستجدات في هذه المباراة ولا نفس الأمور اللوجستية اللي بتحصل في جنوب إفريقيا في كل المباريات بدون جمهور بسبب جائحة كورونا، وإن في حتى مواعيد حظر بتكون في فترة المساء؟ والله كان متوجهنا إن جائحة كورونا تختفي فجأة يعني، لكن هي قاعدة معانا بقالها فترة مكملة، وللأسف الأثر بتاعها طبعًا نحضر الجمهور ما بيقدرش ان هو يحضر المباريات ديت. تمام، شكرا جزيلا معالي السفير. في طبعا الشبكه صعبه جدا اكيد في بريتوريا، لكن بالتاكيد بنشكر معالي السفير سفير احمد الفضلي سفير مصري في جنوب افريقيا، وكل الشكر لاعضاء السفاره والمستشار الاعلامي حتى اللي بيمدنا بكل الاخبار وكل المعلومات اللي بتنزل في الصحف ووسائل الاعلام. بالتاكيد كل الشكر لجاري السفاره المصريه على الدور الامين بيه مع بعثه فريق النادي الاهلي. ايضا